مين بيتحكم أكتر في القرار؟ قرار لمين؟ القرار لأمريكا ولا قرار لإسرائيل ولا للوبي الصهيوني اللي موجود في أمريكا؟ مين بياخد القرار؟ مين بيتحكم في مين؟ إسرائيل اللي بتتحكم في أمريكا ولا أمريكا بتتحكم في إسرائيل؟ لا، هو تفاعل كل هذه العوامل مع بعضها اللي بيطلع القرار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية شديدة الحرص على لا يحدث عمل عسكري واسع في الشرق الأوسط، لأن ده يضر مصالحها أولا، وقد لا يكون في صالح إسرائيل على الإطلاق، خصوصا ان الجو العام والمناخ الدولي مش مواتي لاسرائيل. ده لاول مره بنشوف دول بعيده خالص بتقطع العلاقات مع اسرائيل، مش عارف كولومبيا ولا اي حاجه كده امبارح ولا اول دول في لاتين امريكا، دول بعيده وما عملناش فيها مجهود. ثانيا، انضمام دول الى المحكمه الدوليه طبعا، المحكمه الجنائيه في ليبيا ومصر اهو انضموا الى جنوب افريقيا. ايوه، المناخ الدولي مش ابدا مواتي. الولايات المتحده الامريكيه نفسها بتتكلم عن حل الدولتين. بايدن بيكرر هذا الكلام، هو بيتكلم بس طيب ما بينفذش. معلش، ما بيتكلم كتير. معلش، هو مش اول مره يقول على فكره على حل الدولتين. معلش، بس برضو هذه تحولات مهمه جدا، يعني بالتاكيد انا اعتقد ان يعني في مجلس الامن الامريكي مش هتستخدم حق الفيتو، لا هتستخدمه في كل طيب. حاجه، ما هي لو عايزه ان فلسطين يبقى لها دوله وإن حل الدولتين ويبقى دولة بحدود وقائمة ودولة عاملة في الأمم المتحدة. أيوه، عايزة بس واحدة مفاوضات معينة وشروط معينة. هو نفسه زي الإسرائيليين ما عايزين دولة منزوعة السلاح، دولة غير قادرة على تسييس سياستها الخارجية، وكأنها كده جزء من كونفدرالية صغيرة تبع إسرائيل. هذا الأمر لا يقبله العرب. هي مفهوم الكلام كلام حلو لكل الأطراف، ودي نظرية هنري كيسنجر تاريخيا، إنه يطرح عليك فكرة كل طرف يفسرها بطريقته وعلى هواه، زي قرار 242 بتاع مجلس الامن سنه 67 ذا تريتوريز والتريتوريز، كل ده كلام مفهوم، لكن كله فيه عنصر الوقت، التايم فاكتور مهم. التايم فاكتور هيعمل ايه؟ العرب هيعملوا ايه؟ ثانيا، في ورقه كارثه ثانيه كمان عند اسرائيل مهمه جدا، وهي التطبيع مع السعوديه. هم يعلموا ان التطبيع مع السعوديه هو نهايه الصراع العربي الاسرائيلي. ولذلك السعوديه كانت حصيفه انها اعلنت ان هذا التطبيع لن يتم الا مع حل القضيه الفلسطينيه. وده هيحصل فعلا؟ مش دلوقتي. التطبيع مش هيتم غير لما القضيه الفلسطينيه تتحل، ولا ممكن التطبيع يحصل عادي ولسه القضيه ما اتحلتش؟ لا، ما اظنش. لان السعوديه ليست الامارات. دولة الإمارات الفرق بين السعودية والإمارات؟ لا، السعودية لها دور إسلامي واقتصادي أضخم بكثير، وعلاقات وثيقة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا بد أن يكون هناك تنسيق ما في الدور الذي يمكن أن تتخذه المملكة العربية السعودية فيما يتصل بالتطبيع، ومقابل هذا التطبيع وما يجب أن يحدث. وده اللي كان بيحاول يتفاوضوا عليه مدة طويلة.